انا امي متوفي قبل 8 شهور، وهذا اول عيد اللي اعيده امي وياي. والله اني رحت للمقبره وقمت اضم القبر، والله قمت اضم القبر وقلت اتمناها انها ترجع عشان بس ابوس رجلها. تكفون يا شباب اللي امه وابوه موجود الحين، اول ما يطلع من يروح يبوس راسها وراسها ويقول لهم انا اسف. والله الراحوا هذول راح تحسون بتعب عمركم ما حسيت. يما من اللي باقي من بعدكم حي؟ يما من يسوي لنا ما تسوين؟ يما بدت ترجف من اسكاتك يدي، يما يا ليتك لو بكلمه تردين. يما خطير الحال ما ينفع القي، يما من يجفف دموع المساكين. يما ترى الدنيا بدونك ولا شيء، يما فديتك بالعمر لا تموتين. يما كبير العين ما حصل.